أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بفقرة صحتك مع بيرلا ضمن برنامج يوم جديد. اليوم الحلقة كمان عن موضوع انطلب من أحد المشاهدين وهو عن سوء الهضم. سوء الهضم هو كناية عن سلسلة من العوارض. في أشخاص بتكون عندها مشاكل، بتحس بالنفخة بعد الأكل، وبتحس إنه المأكولات بقيوا بالمعدة وعم ياخدوا كتير وقت ليكونوا عم ينهضموا. يعني هو إما سوء الهضم أو بطء بعملية الهضم، وفيكون يا أما يأثر على نفخة، ممكن يكون العوارض الحرقة، نحس إنه فيها الحموضة اللي عم تطلع وتأثر على الحنجرة، فيها تكون العوارض هي الغثيان أو لعين النفس، حتى معقول تتطور الحالة وتؤدي للقيء أو لحدا يراجع الأكل، أو حتى ممكن يكون بس التجشؤ، ولكن كله هيدا بيؤدي لانزعاج بعد تناول الطعام. بعد ما فسرنا شو هي الديسبيبسيا أو سوء الهضم، رح كون عم بعطي مثل شو هن الحلول وكيفية العناية بهيدي المشكلة لحتى نسهل حياتنا أكثر ونكون مرتاحين بعد تناول الطعام. سوء الهضم فيكون سببه أنه في تقرحات بالمعدة، يعني يكون سببه قرحة أو تقرحات أو بداية قرحة بالمعدة، أو فيكون سببه منه معروف، وحتى الطبيب يمكن أوقات ما يكون عم بيشخص شو هو السبب، يمكن يكون بلا سبب. بكلتي الحالتين رح نكون عم نفسر كيف ممكن نحله. أهم شيء نروح عند الطبيب، وهو الطبيب المختص بيكون عم بيشخص إذا فعلاً في قرحة، وإذا في قرحة أو تقرحات بالمعدة ضروري يكون عم يعطي العلاج المناسب، مش بس بالأكل، ولكن منعالج القرحة ومنرجع بالأكل منهتم بالموضوع. أما إذا كان السبب منه ولا الريفلوكس، يعني ولا الحرقة ولا القرحة، فنحن كمان رح نكون عم نعطي النصائح. من المأكولات أكثر شيء ممكن يؤدي لسوء الهضم ولعوارضه المزعجة هن الدهون والأكل الدسم. يعني عم نحكي هون اللحوم المدهنة، مثل لحوم الغنم، لحوم البقر، من البقرة، ولكن يكون شايفين الدهنة البيضة، اللحوم العضوية، طبعا المقالي. يعني اذا نحن عم نحط الزبده، عم نحط السمنه، اللحوم اللي عم نستعملها مدهنه، او عم ناخذ حتى الالبان والاجبان كامله الدسم، فهذا كمان سبب ليؤدي لسوء الهضم. المقالي وكمان البهارات الحاره والحر ممكن كمان هن يكونوا عم بيؤدونا لسوء الهضم. المشروبات الغازيه كمان هن ممكن يؤدوا لسوء الهضم. نحن اوقات بنكون عم نشربهم عم نفكر انه عم نحسن عملية الهضم، ولكن عن بعض الاشخاص بيكونوا هن من المأكولات المزعجة اللي عم بتضايقهم. القهوة والشاي اللي هن فيهم كافيين واللي ما فيهم كافيين كمان ممكن يكونوا بيضايقوا. الكوكو او هالكاكاو، الشوكولاتة، الحوامض من الليمون، أفندي، كل هال يمكن الكيوي، حيلا شيء حامض ممكن كمان يكون تقيل على المعدة ويؤدي لسوء الهضم. العصير والعصائر كمان لأنه بتحتوي على السكر وعلى الحموضة، كل شيء ممكن فيكون صلصة حمراء، صلصة حمراء كمان من الأمور اللي بتؤدي لسوء الهضم. الصلصة الحمراء والبابرمنت أو كل شيء على النعنع كمان ممكن يكون عم بيؤدي لسوء الهضم. كل هالمأكولات اللي عددتها ممكن يكونوا عم بيزيدوا الحموضة بالمعدة، وزيادة الحموضة بالمعدة ممكن تؤدي لهالعوارض اللي قلتهم، النفخة، التجشؤ، الحرقة، لعين النفس والتقيؤ. وبنفس الوقت في بعض المأكولات اللي هن فيهم فلافونويدز اللي هو المركب اللي كتير مهم، اللي كمان هو يعتبر مضاد للتأكسد، مثل بالتفاح، بالسلري أو بالكرافت، كرامبريز، ممكن يكونوا عم يمنعوا تطور بكتيريا الH بايلوري. هالنوع من البكتيريا هو اللي بيخلينا ننصاب بالقرحة، وأكيد القرحة رح تكون عم تؤدي لسوء الهضم.
فإذا نحن منكون عم نتناول هالأنواع فواكه منكون عم نحمي قد ما فينا معدتنا ضد الـ H. pylori هالبكتيريا اللي ممكن برجع بذكر تأدي لمشاكل مش بس سوء الهضم ولكن الحرقة والقرحة. مش بس أنواع المأكولات ولكن طريقة الأكل هي كمان بتسبب بمشاكل سوء الهضم. يعني الأشخاص اللي ما كتير بيكونوا عم يعلكوا الأكل قبل ما يتناولوه، اللي بيأكلوا بسرعة وبيبتلعوا الأكل بشقف كبيرة، كمان أكيد عرضة أكتر من غيرهم بكتير ليكونوا الهضم يكون أسوأ عندهم. لازم نكون قاعدين بمكان رايق، نقعد نركز على الطعام، نعلق ونلعوس طريقة صحية، نكون عم نبلعهم شوي شوي، وبنفس الوقت ما نكون عم نشرب المشروبات مع الأكل، لأنه هالشي إذا نحن منعاني من سوء الهضم ما رح يكون عم بيسهل المعاملة العملية عفوا. كتير مهم كمان نكون عم نخفف ابتلاع الهواء. يعني مثلا إذا نحن بدنا نشرب مي نكون عم نشربه بالقشة أو بالسترو، ما نكون عم نبلعهم هيك لأنه كمان بيكون عم يفوت الهواء. مضغ العلكة كمان بيكون عم يفوت الهواء إلى داخل الأمعاء، وهالشي كمان بيؤدي لسوء الهضم. الأكل بسرعة مضر كتير، التدخين كمان بيكون عم يفوت الهواء، وشرب المشروبات الغازية كمان بيكون عم يفوت الغازات والهواء إلى الأمعاء. هول كلهم إذا نبتعد عنهم ونبتعد عن المأكولات اللي سبق وذكرناها منكون عم نخفف من مشاكل سوء الهضم. أما إذا الأشخاص كانوا عم بيعانوا من كتير سوء هضم وتبين مع الطبيب المختص أنه سببه هو القرحة، فهون أكيد العلاج بالأدوية لازم يكون ضروري والطبيب هو اللي بيوصفه، ونحن ما فينا نكون عم نستلشئ وعم نستغني عن العلاج. لما نعالج القرحة منكون عم نتبع هالنصايح، وبهالطريقة منكون عم نرجع نخفف من مشاكل سوء الهضم ونرجع نقوي جهازنا الهضمي ونرجع شوي شوي ندخل هالمأكولات بعد ما نكون خلصنا العلاج على المدة الزمنية اللي الطبيب بيكون طلبها. آخر النصايح المهمة بهالخصوص إنه ما نضلنا على معدة فاضية، يعني تناول الطعام ولو بكميات قليلة صبح ممكن يخفف من مشاكل سوء الهضم، وتقسيم أكلنا خلال كل النهار حسب حاجتنا نحن من السعرات الحرارية تتقسم خلال 6 وجبات صغار. بهالطريقة منخفف التعب للمعدة ومنكون عم نخفف من سوء الهضم، ما نقفي الوقعات وما نكون عم ناكل كميات كبيرة. يعني نقسم كميات صغار صغار مدار النهار أكيد بيكون أحسن لتسهيل عملية الهضم. وأخيراً ما نكون عم نتناول الطعام بخلال 2 ساعة قبل النوم، يعني لازم نكون على أقل له 2 3 ساعات قبل ما نفوت على الأوضة تنام نكون عم نتناول العشاء، لأنه كمان إذا دغري تناولنا العشاء وفتنا نمنا هالشي رح يؤدي لسوء الهضم. إن شاء الله يكون المشاهد استفاد من هالنصايح، وأعزائي المشاهدين كلكم كمان تكونوا استفدتوا. انطرونا بفقراتنا الجديدة وتواصلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك صحتك مع بيرلا لنكون عم نجاوب عن أسئلتكم من خلال حلقاتنا ومن خلال المواضيع الجديدة. أهلا وسهلا فيكم.